السلام عليكم يا باشمهندسين. ان شاء الله النهارده هناخد السكشن السابع. اخر حاجه احنا خدناها كانت البي ان جانكشن والقوانين بتاعتها، وخدنا مسائل عليها. المفروض كان الدكتور يقف لحد كده. بعدها بقى اداكوا تقريبا محاضرتين بعدها، وده محاضره ليها اللي هي تكمله المحاضره اللي هي بتاعت البي ان جانكشن. خدتوا بعد البي ان جانكشن والقوانين بتاعتها انواع الدايب اللي هي سبيشال بيربز دايبس. اول نوع من الدايتس اللي هو اللايت اميتنج دايتس. اللايت اميتنج دايتس هو الدايت، بس الفكره ان هو ايه، بيطلع ضوء. تمام، برضو بيطلع ضوء امتى؟ اما باجي اوصله فورورد بايس. احنا عارفين طبعا ايه الفرق بين فورورد بايس والريفرس بايس. فورورد بايس السامبل بتاع الدايت كده، تمام، اما ده كده يعتبر البوزيتيف، ده يعتبر الايه النيجاتيف. اما باجي اوصل البوزيتيف تيرمينال بتاع البطاريه بتاعتي والنيجاتيف للنيجاتيف تيرمينال بتاع البطاريه، فده كده يعتبر فورورد بايس. الدايت بيبدا ان هو يشتغل، بس لازم الفولتج بتاعي يبقى اكبر من 7/10 فولت. ليه؟ عشان الفولتج بتاع الدايت او الديبليشن ريجون بتاعتي بتحتاج 7/10 فولت عشان تبدا تتغلب على ايه، على الديبليشن ريجون اللي جوه الايه، اللي جوه الدايت. تمام كده. فاللايت اميتنج دايت هو الدايت، بيشتغل امتى او بيطلع ضوء امتى؟ اما باجي اوصله فورورد بايس. ريفرس بايس عكس ده، البوزيتيف بالنيجاتيف والنيجاتيف بالايه، بالبوزيتيف. ده كده اول نوع من انواع الايه، الدايت. تاني نوع اللي هو الزينر دايت. ايه هو الزينر دايت؟ هو برضو الدايت برضو، بس فيه اختلاف بسيط. لو جيت وصلته فورورد بايس، تمام، زي مثلا هنا نيجاتيف ماشي، وهنا ايه، وهنا بوزيتيف، وصلت تمام، وصلت كده. بالمناسبة ده كده ايه، يعني رمز الدايت بيبقى كده ومش خط بقى، لا كده شرطة فوق وشرطة تحت كده. ده كده ايه، ده السيمبل بتاع الدايت بتاعي. تمام، الزينر دايت بتاعي. تمام، واللايت اميتنج دايت السيمبل بتاعه يعني نفس الدايت بالظبط، بس ايه، طالع منه خطين كده اللي هو شعاعين كده، اللي هو ايه، اكنه بيطلع منه ضوء يعني. تمام، مساحه الخطين دول. تمام، فاما باجي اوصله فورورد بايس برضو ما بيشتغلش الا لما يكون الفولتج بتاعي ده اكبر من 7/10 عشان يتغلب على الديبليشن ريجون اللي موجوده في الزينر دايت عادي. الفكره بقى في ايه؟ الفكره اما اجي اوصله ريفرس بايس زي كده، تمام، عندي البوزيتيف بالنيجاتيف وعندي النيجاتيف بالايه، بالبوزيتيف. تمام كده، اما اجي اوصله كده المفروض ان هو الدايت العادي يبقى اوبن سيركت، وبالتالي ما يبقاش فيه تيار ماشي في السيركت بتاعتي. اما في الزينر دايت ما بيبقاش فيه اوبن سيركت، او بمعنى اصح بيشتغل عادي جدا، بس اما اجي اوصل للبريك داون فولتج هو بيبقى متحدد. الزينر دايت بتاعي البريك داون فولتج ايه، يعني هنا البريك داون فولتج بتاعي 5.1، اوكي. طب انا حطيت بطاريه اكبر من 5.1، حطيت التوصيله بتاعتي ريفرس بايس، فبالتالي ال 12 تقدر عادي تتغلب على 5.1، او بمعنى اصح هي اكبر من 5.1، فتبدا ان هي اوصل الزينر عادي، والزينر هيتوصل عادي جدا، ويعتبر الزينر بتاعي اكنه بطاريه بالشكل ده كده، بطاريه ماشي، قيمه الفولتج بتاعها 5.1، فبالتالي هيوصل تيار عادي جدا في السيركت بتاعتي. على عكس الدايت لو جيت وصلته ريفرس بايس هيبقى عباره عن اوبن سيركت، ومش هيبقى فيه تيار موجود عندي في السيركت بتاعتي. يبقى تاني يا شباب، الزينر دايت الفرق ما بينه وما بين الدايت العادي ان انا بوصله ريفرس دايت ريفرس بايس، بستبدله باكنه ايه، باكنه بطاريه، تبقى كده اللي هو ده النيجاتيف تيرمينال وده البوزيتيف تيرمينال. تمام كده، بما ان دي عندي بطاريه مقدارها 5.1 اللي هو البريك داون فولتج بتاع الزينر، ودي بطاريه 12 فولت، يبقى بالتالي في ايه، في تيار هيمشي هنا عادي جدا. تيار مقداره كام؟ اللي هو 12 فولت ناقص 5.1 على ايه، على قيمه المقاومه بتاعتي اللي هي 1 كيلو. تمام، ليه طرحت الاثنين فولتج من بعض؟ عشان الاثنين متوصلين على يعني متوصلين عكس بعض، يعني القيمه بتاعتهم بتطرح من بعض. تمام، ده كده بالنسبه للايه، للزينر دايت. في نوع تاني اسمه شوتكي دايت.
الشوكي دايت زي برضو الدايت العادي، بس الفكرة ان انا في الدايت العادي بيبقى عندي بي تايب وان تايب، بروح موصلاهم ببعض فبيبدأوا يعمل عندي اللي هي الديبليشن ريجون، تمام. اما في الشوكي دايت بروح جايبة ان تايب سيليكون، تمام، وجايبة ميتال، واروح ابدأ موصلاهم ببعض، فيحصل لي هنا جونكشن، بس الجونكشن بتاعتي بتبقى اصغر من الجونكشن بتاعت البي تايب والان تايب اما بتحطوا مع بعض. فده هيفيدني في ايه؟ اما الجنكشن بتاعتي او الديبليشن ريجون بتاعتي تبقى صغيره، الفولتج اللي يقدر اللي هيتغلب على الجنكشن دي او الديبليشن ريجون دي هيبقى اقل من 7/10، هيبقى كام؟ هيبقى 25% فولت. فبالتالي الفولت اللي انا محتاجاه عشان يتغلب على الديبليشن ريجون اما اجي اوصلها فورورد بايس بيبقى اقل من الدايت العادي. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني طبعا ان الشوتكي دايت دي هتبقى الريسبونس بتاعها سريع، معنى اول ما بوصلها مثلا فورورد بايس تبدا ان هي توصل للتيار بسرعه اكبر من الدايت. طب في عندي بعض الابلكيشنز بتبقى محتاجه فاست ريسبونس، فبالتالي ببقى محتاجه شوتكي دايت وما بستخدمش الدايت العاديه، تمام كده. النوع الثاني اسمه تانل دايت. التانل دايت هي البي ان جانكشن او هي الدايت العاديه، بس الفكره ان انا بجيب بي تايب وان تايب، الكونسنتريشن بتاعها عالي جدا او بمعنى اصح هايلي دوبلي، يعني انا عامله لها دوبينج يعني بكونسنتريشن عالي جدا، تمام. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني برضو في ان الجانكشن بتاعتي او الديبليشن ريجون بتاعتي هتبقى صغيره، تمام. فمعنى ان هي تبقى صغيره، فبالتالي برضو هتبقى ايه؟ هتبقى فاست ريسبونس زي الشوتكي دايت بالظبط. بس الفكره بالفرق بين التانل دايت والشوتكي دايت، الشوتكي دايت بحط ان تايب مع ميتال، اما التانل دايت بحط بي تايب وان تايب عادي جدا، بس الدوبنج بتاعها عالي شويه عن الدايت الطبيعي. بس كمان في الكاركترستيك بتاعتها في ريجون اسمها نيجاتيف ريزيستنس ريجون، زي الريجون دي كده. في الريجون دي النيجاتيف ريزيستنس ريجون اصلا معناها ايه، او النيجاتيف ريزيستنس عامه معناها ايه؟ معناها ان انا كل ما اعلي الفولتج بتاعي كل ما الكرنت بتاعي يقل، وده طبعا عكس الطبيعي، احنا قانون اومز لو قلنا كل ما الفولتج يزيد طبعا كل ما الكرنت ايه؟ كل ما الكرنت يزيد. اما في التانل دايت في ريجون اسمها النيجاتيف ريزيستنس ريجون، في الريجون دي اما بشغل مثلا الدايت بتاعتي في الريجون دي بلاقي ان كل ما الفولتج بتاعي يزيد كل ما الكرنت بتاعي ايه؟ يقل، تمام كده. طب بستخدمها في انهي ابلكيشن؟ بستخدمها في الهاي فريكوانسي اوسيليتورز. ده كده بالنسبه لانواع الايه ال الدايت. اخر نوع من انواع الدايت اللي هو الفاراكتور دايت. فاراكتور دايت ده عباره عن زي كاباستور كده، ده الرمز بتاعه، تمام، ده الرمز بتاع الفاراكتور. الفاراكتور او الدايت عامه عباره عن ايه؟ عباره عن اتنين كوندكتورز وما بينهم ديبليشن ريجون. الكوندكتورز سواء كانت ان تايب وبي تايب او ان تايب وميتال، ايا كان بيبقى في عندي اتنين كوندكتورز بره كده يعني وما بينهم اللي هي الديبليشن ريجون او الجنكشن بتاعتي، تمام. فده يعتبر زي ايه؟ زي ما قلنا زي كاباستور، تمام. في الفاراكتور بقى دايت بروح موصلاها ريفرس بايس، تمام، وكل ما اغير الفولتج المتطبق على الفاراكتور ده كل ما الكاباستنس بتاعت الفاراكتور تزيد او تقل او تتغير على حسب الايه؟ على حسب الابلايد فولتج اللي انا مطبقه، تمام كده. فبالتالي الفاراكتور دي بتمثل لي ايه؟ بتمثل لي فولتج ديبندنت كاباستور، معنى ان الكاباستنس بتاعتي بتبقى معتمده على الفولتج اللي انا مطبقاه على الفاراكتور. ده كده مهمه الفاراكتور. مهمه الفاراكتور ان الكاباستنس بتاعتي بتغير الفولتج، ودي بختارها وده بستخدمها في ابلكيشنز كتير، تمام. زي ايه؟ زي الاتوميك تونينج سيركتس، تمام. ده كده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للانواع بتاعه الدايت. بعد كده الهاف ويف ريكتيفاير، بعد كده اديني شويه سيركتس وفهمني السيركتس دي بتعمل. اول سيركت الهاف ويف ريكتيفاير، يعني ايه اصلا هاف ويف ريكتيفاير؟ انا عندي الساينسويدال ويف بتاعتي بتبقى بالشكل ده كده، فيها بوزيتيف سايكل ونيجاتيف سايكل. الهاف ويف ريكتيفاير كل مهمتها ان هي تقص الجزء النيجاتيف ده، ان هي تخلي النيجاتيف سايكل دي مش موجوده، تمام، فيبقى عندي بوزيتيف سايكلز بس، تمام. هنشوف كده الدايره دي بتعمل كده ازاي. بيبقى عندي اي سي سورس، تمام، بيبقى عندي دايت، بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي اللود.
انا بقيس الفولتج اللي جاي ايه اللي على اللود. تمام. الاي سي سورس بتاعي بيبقى عباره عن ساينسويدال ويف بالشكل ده كده. تمام. خلينا نتكلم في اول حاجه اللي هي البوزيتيف سايكل. في البوزيتيف سايكل الاي سي سورس اكنه بطاريه، ماشي، هنا بوزيتيف وهنا بيبقى ايه وهنا بيبقى نيجاتيف. تعال نشوف الدايد المفروض متواصل مع الاي سي سورس في حاله البوزيتيف سايكل فورورد ولا في ريفرس. تمام. هنا بوزيتيف المفروض وهنا بوزيتيف وهنا ايه وهنا نيجاتيف، بوزيتيف مع بوزيتيف ونيجاتيف مع نيجاتيف. فبالتالي الدايد في البوزيتيف هاف سايكل المفروض متوصل فورورد عادي جدا. فمعنى ان هو متوصل فورورد يبقى انا هشيل الدايد واحط بدلها ايه، احط بدلها شورت سيركت. طب انا حطيت شورت سيركت والفولتج ايه، المفروض هقيس الفولتج اللي على اللود بتاعي. المفروض الفولتج اللي جاي على اللود هو هو اللي جاي من الايه، من الاي سي سورس، عشان انا ما عنديش ريزيستنس ثانيه خالص هنا عشان يعني تستهلك الفولتج ده. كل الفولتج اللي جاي من الاي سي سورس رايح على ايه، على اللود بتاعي. فبالتالي البوزيتيف هاف سايكل على اللود هي هي اللي جايه من الايه، من الاي سي سورس بالشكل ده كده. تمام. تمام جدا. خلينا نتكلم بقى عن نيجاتيف هاف سايكل في الاي سي سورس. في النيجاتيف هاف سايكل هلاقي ان البولاريتي بقى بتاعت الاي سي سورس اتغيرت، فهلاقي ان هنا دي نيجاتيف ودي هنا ايه بوزيتيف. اشوف متوصله مع الدايف ازاي، هنا بوزيتيف متوصل مع نيجاتيف ونيجاتيف متوصل مع بوزيتيف، فدي كده متوصله ريفرس بايس. معنى ان هي متوصله ريفرس بايس يبقى انا هشيل الدايت بتاعي واحط بدلها اوبن سيركت، يعني دي كده اوبن سيركت، دي كده اوبن. تمام. طب انا عندي هنا الدايره بتاعتي مفتوحه، هل هيمر فيها كرنت؟ لا طبعا مش هيمر فيها كرنت، فبالتالي مش هيبقى فيه فولتج على اللود بتاعي. تمام. فبالتالي الاوتبوت فولتج على اللود بتاعي في حاله النيجاتيف سايكل هيبقى بزيرو، صفر. تمام كده. نفس الكلام في البوزيتيف هاف سايكل بتاع الاي سي سورس، البولاريتي بتاعتي هتتغير، فهتبقى النيجاتيف بوزيتيف والبوزيتيف نيجاتيف، فهتبقى دي بوزيتيف ودي ايه نيجاتيف. هلاقي ان هي متوصله فورورد بايس مع الدايد، فالمفروض هشيل الدايد واحط بدلها شورت سيركت. معنى ان انا حطيت شورت سيركت يبقى كل الفولتج اللي جاي من الاي سي سورس رايح للود بتاعي، فبالتالي البوزيتيف هاف سايكل هي هي اللي على الاي سي سورس هي هي اللي على الايه اللي على اللود. نفس الكلام في النيجاتيف هاف سايكل، هلاقي ان الدايت بتاعتي اوبن سيركت والفولتج اللي على اللود هيبقى ايه، هيبقى بزيرو. فبالتالي انا الاوتبوت بتاعي طلع لي ايه، طلع لي بوزيتيف هاف سايكل بس والنيجاتيف هاف سايكل ايه متشاله. ده معنى الهاف ويف ريكتيفاير، والدايره دي فعلا بتعمل لي ايه، تعمل لي الهاف ويف ريكتيفيكيشن. تمام. بعد كده الفول ويف ريكتيفاير. يعني ايه اصلا فول ويف ريكتيفاير؟ فول ويف ريكتيفاير معناها ان انا بخلي النيجاتيف سايكل في البوزيتيف هاف سايكل برضه. بمعنى انا ده كده السيجنال بتاعتي. تمام. المفروض النيجاتيف هاف سايكل دي هخليها فوق كده ودي هتتشال، والنيجاتيف هاف سايكل دي هتتشال وهتبقى فوق كده، هتبقى بالمنظر ده. تمام كده. المفروض انهي دايره هتعمل لي دي، هتعمل لي الموضوع ده، ده الدايره دي. هنشوف دلوقتي ازاي الدايره دي بتعمل كده. انا عندي اي سي سورس، السيجنال بتاعتي اهي. تمام. بتاعت الاي سي سورس، خلينا الاول في البوزيتيف هاف سايكل. في البوزيتيف هاف سايكل دي هتبقى عندي بوزيتيف ودي بتبقى عندي ايه نيجاتيف. تمام. بالمناسبه الشكل ده كده اسمه دايت بريدج، ده كده اسمه دايت بريدج. تمام. فانا بستخدم الدايت بريدج في ان انا اعمل ايه الفول ويف ريكتيفاير. ففي البوزيتيف هاف سايكل الاي سي البولاريتي بتاعته بتبقى كده، فهشوف انهي دايتس هي اللي شغاله او بتعمل كوندكتنج عشان امشي على الباس بتاعها. انهي دايت شغاله او انهي دايت فورورد، الدايت اللي شغاله اللي هي دي، هي بوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف، يبقى دايت 2 شغاله، ودايت ايه كمان اللي شغاله، ودايت 3، يبقى دايت 2 ودايت 3 شغالين فورورد بايس والباقي ريفرس. فالتيار هيمشي ازاي؟ هو جاي اهو طالع من البوزيتيف، طالع كده كده كده، هيدخل دي كده اللي هي الشورت سيركت، دي اوبن مش هيدخل فيها، فيمشي كده 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 كده، هيمشي كده 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 ويرجع تاني للايه النيجاتيف. فده كده ايه الاتجاه بتاعي في البوزيتيف هاف سايكل. تمام.
طب انا برسم الفولتج اللي على ايه؟ اللي على اللود ده. فانا كده ايه، رسمت ده الاتجاه بتاعي، الفولتج بتاعي ايه، بوزيتيف هاف سايكل كده. تمام تمام جدا. تعالوا نشوف النيجاتيف هاف سايكل. في النيجاتيف هاف سايكل البولاريتي بتاعتي بتتغير، فتبقى دي نيجاتيف ودي ايه ودي بوزيتيف. فهمشي ازاي؟ همشي طبعا من ناحيه البوزيتيف، همشي كده. تمام. طب انهي دايد شغاله في البوست في النيجاتيف هاف سايكل؟ دي هنا كده اللي بوزيتيف، فانهي دايد اللي شغاله؟ الدي 4 والدي 1، الدايد 4 والدايد 1. فهمشي كده كده وامشي في الدايد 4 دي كده، وبعد كده امشي كده مولود بقى، وبعد كده امشي كده كده كده، وبعد كده امشي في الدايد 1، وبعد كده اروح للنيجاتيف ايه، نيجاتيف بول بتاع الاي سي سورس. طب الاتجاه بتاع الفولتج في اللود كان كده برضو. تعالوا نمشي تاني، اهو اهو دايد 4، بعد كده مشيت كده على اللود نفس الاتجاه بتاع المره اللي فاتت، بعد كده مشيت كده كده، بعد كده مشيت على الدايد 1، بعد كده رجعت للنيجاتيف بول بتاعي. يبقى الاتجاهين في المرتين في البوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل هو نفس الايه، نفس الاتجاه، وطبعا نفس المقدار بتاع الاي سي سورس، بس الاثنين في نفس الاتجاه، فالاثنين في الايه، في البوزيتيف هاف سايكل. بما ان دي نيجاتيف هاف سايكل بتاعه الاي سي سورس، بس جات لي في نفس الاتجاه على اللود، يعني ما غيرتش الدايركشن بتاعتها او ما غيرتش البولاريتي بتاعتها، فهي بالتالي نفس المقدار في الايه، في البوزيتيف هاف سايكل. نفس الكلام، دي بوزيتيف هاف سايكل ودي نيجاتيف هاف سايكل وهكذا. اتمنى يكون الموضوع مفهوم. تمام، لو مش فهمتوه ممكن تعيدوا يعني الحته دي تاني. السيجنال ريكتيفاير، يعني ايه سيجنال ريكتيفاير؟ سيجنال ريكتيفاير معناه ان انا بعمل دي موديليشن لموديليتد سيجنال. خلينا بس نفهم يعني ايه اصلا موديليتد سيجنال. يعني انا بيبقى معايا سيجنال كده الفريكوانسي بتاعها قليل، تمام، وبروح مستخدمه كارير. كارير يعني معناها سيجنال بس الفريكوانسي بتاعها عالي شويه. تمام كده، واروح مركبه السيجنال بتاعتي دي على الكارير اللي هو بفريكوانسي عاليه، واروح بعتها بقى في الشانل بتاعتي. تمام. طب عندي انواع من الموديليشن. النوع بتاعنا اللي احنا المفروض نعرفه دلوقتي اللي هو الاي ان موديليشن. اي ام موديليشن يعني ايه؟ يعني الامبليتيود بتاع الكارير بيتغير بتغير الامبليتيود بتاع السيجنال، فبيبقى بالشكل ده كده اللي في الرسمه دي. شفتوا الامبليتيود بتاع الكارير عمال تتغير ازاي؟ اكن دي ايه السيجنال، والامبليتيود بتاع الكارير بيتغير بتغير الايه السيجنال بتاعه. تمام كده. تمام. طب ايه بقى السيجنال ريكتيفاير؟ السيجنال ريكتيفاير ده بيعمل ايه؟ السيجنال ريكتيفاير كل اللي هو بيعمله ان هو بيعمل لي دي موديليشن. يعني ايه دي موديليشن؟ يعني بيرجع لي المسج بتاعتي اللي انا الاصليه بتاعتي اصلا. مش احنا قلنا دي المسج بتاعتي الاصليه اللي هي بفريكوانسي بواطي شويه، وعندي كارير بهاي فريكوانسي. تمام، وركبت السيجنال بتاعتي دي على الكارير ازاي؟ من خلال ان انا اغير الامبليتيود بتاع الكارير بتغير الامبليتيود بتاعت ايه، بتاعت المسج بتاعتي. كل مهمتي من السيجنال ريكتيفاير ان انا احصل على المسج بتاعتي دي من الشكل ده، ده الشكل بتاعي اللي مبعوت في في الشانل بتاعتي. فانا عايز احصل على ايه؟ عايز احصل على السيجنال بتاعتي دي اللي هي بفريكوانسي قليل، اللي هي المسج بتاعتي اصلا. احصل عليها ازاي؟ بحاجه اسمها سيجنال ريكتيفاير. بانهي دايره؟ الدايره دي، الدايره دي بتعمل لي سيجنال ريكتيفاير، او بمعنى اصح اسمها انفلوب ديتكتور. هنشوف بتشتغل ازاي. تمام، انا عندي هنا في البوزيتيف هاف سايكل بتاعتي اللي هي الصغيره دي كده، تمام، في البوزيتيف هاف سايكل دي بتبقى بوزيتيف ودي بتبقى نيجاتيف. تمام كده، الدايت بتاعي بيبقى فورورد بايس، فبالتالي هيبقى شورت سيركت، فبالتالي الكاباستور ده هيروح ايه؟ هيروح مشحون. تمام، جميل جدا. بعد ما الكباستور هيتشحن الفولتج بتاعي اللي هنا هيبقى عباره عن ايه؟ الفولتج بتاعي هيبقى عباره عن نفس البوزيتيف هاف سايكل بتاعتي اللي هي دي كده. تمام، احنا لسه هنا عند البيك. تمام، هتبدا البيك ايه؟ تقل 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 تقل، اول ما توصل لقيمه معينه، بحيث ان او بمعنى اصح ان في النيجاتيف هاف سايكل بتاعتي بقى هنا النيجاتيف، تمام، وهنا بوزيتيف، فهتبقى دي ريفرس بايس، فهتبقى دي ايه؟ هتبقى اوبن سيركت. تمام، اما دي تبقى اوبن سيركت الكاباستور هيبدا يفرغ الشحن بتاعه في الدايره دي كده. تمام، بعد ما فرغ الشحن بتاعه اكيد الفولتج اللي هنا
هيقل شويه. المفروض الكباستور بتاعي كان مشحون اعلى حاجه اللي هي البيك بتاعتي، تمام؟ فكان الفولتج بتاعي الاوت بتاعي هنا كان اعلى حاجه. اما الكباستور بتاعي يعمل ديستشارج او يفرغ الشحنه بتاعته، الفولتج اللي على الكباستور هيقل، فبالتالي الفولتج اللي هنا هيقل هو كمان. ما هو الفولتج هو اللي على الكباستور ده، تمام؟ على الار دي كمان، تمام؟ فبالتالي الفولتج بتاعي هيقل، ماشي؟ بعد كده البوزيتيف هاف سايكل تيجي لي تاني، ما البريود بتاعته صغيره، فالبوزيتيف هاف سايكل بتيجي بسرعه، تمام؟ قبل ما يفرغ الكباستور بتاعي، فالبوزيتيف هاف سايكل هتجي لي تاني، تمام؟ اما البوزيتيف هاف سايكل تيجي لي تاني، دي هتبقى بوزيتيف ودي نيجاتيف، وده هيبقى فورورد بايس، وبالتالي الكباستور هيبدا ايه يشحن تاني، اهو شحن تاني، تمام؟ وبعد كده النيجاتيف هاف سايكل تيجي فيفرغ ويشحن ويفرغ، بس بيشحن ويفرغ ايه بسرعه، بيشحن ويفرغ بسرعه. هلاقي ان الشكل بتاعي عباره عن كده كده، الشكل بتاعي كده اللي هو ده، تمام؟ ده كده الشكل بتاعي. طب الشكل ده اصلا هو المسج بتاعتي، مش احنا قلنا المسج بتاعتي كده، تمام؟ هي دي المسج بتاعتي اللي انا عايزاها اصلا، او هي ده معنى الديموديليشن بتاعي. بس هل المسج بتاعتي بتبقى متشفته كده؟ لا، ما بتبقاش متشفته. فبستخدم الكاباستور او الدي سي بلوكر بحيث ان هو يشفت السيجنال بتاعتي للاورجن تاني، فتبقى كده. فهي دي تبقى ايه، تبقى المسج بتاعتي. انا كده عملت ايه، جبت المسج بتاعتي من الموديوليتد سيجنال باستخدام السيجنال ريكتفاير اللي هي الدايره دي، او باستخدام الانفلوب ديتكتور. الدايره دي اسمها انفلوب ديتكتور او سيجنال ريكتفاير. اتمنى اكون مفهوم. اللي بعده السيجنال كلامبنج. يعني ايه سيجنال كلامبنج؟ يعني انا بروح قطع حته من السيجنال بتاعتي باستخدام ايه، باستخدام الزينر دايد او باستخدام الدايد العاديه. خلينا نقول هنشوف الاول باستخدام الدايد، تمام؟ هيبقى عندي اي سي سيجنال عادي جدا، ويبقى عندي دايد، وهقيس الفولتج اللي خارج من الدايد ده، ماشي؟ اول حاجة او بحط عليها اللي هي لود، وبعد كده اقيس الفولتج اللي ايه اللي على اللود ده، تمام؟ اول حاجة في البوست في هاف سايكل، تمام؟ في البوست في هاف سايكل هلاقي ان الدايل بتاعي متوصل ريفرس، دي هنا نيجاتيف وهنا كده ايه، هنا بوستف، دي نيجاتيف سوري، ودي كده بوستف. فلاقي النيجاتيف مع البوستيف والبوستيف مع النيجاتيف، فدي كده ايه ريفرس. معنى ان هي ريفرس يبقى دي كده هستبدلها باوبن سيركت، يعتبر مش موجوده. يبقى كل الاي سي سيجنال بتاعتي رايحه فين؟ رايحه على الريزيستنس بتاعتي. كل السيجنال او كل التيار اللي ماشي من هنا هيروح فين؟ هيروح هنا. ما دي كده يعتبر مش موجوده، دي كده اوبن سيركت. تاني يا شباب، دي كده يعتبر ايه، مش موجوده، اوبن سيركت. فبالتالي السيجنال كلها هتروح فين؟ هتروح كده، تمام؟ يبقى الفولتج اللي على اللود بتاعي هو هو اللي موجود في الاي سي، تمام كده. تعالوا نتكلم بقى في النيجاتيف هاف سايكل. في النيجاتيف هاف سايكل هنلاقي ان دي كده نيجاتيف، ودي كده ايه بوزيتيف. طب ودي بوزيتيف ودي نيجاتيف، هلاقي ان كده متوصله ايه، فورورد بايس، تمام؟ فورورد بايس معناه ان انا هشيل الدايت بتاعتي واحط بدلها، مش هحط بدلها بقى شورت سيركت، لا ده انا هحط بدلها بطارية بسبعة من عشرة، بسبعة من عشرة فولت. ليه؟ الشورت سيركت دي بتبقى حاجة ايديال شوية، اما في البراكتيكال بتبقى عبارة عن بطارية مقدارها سبعة من عشرة فولت، تمام؟ او بمعنى اصح انا دلوقتي الدايت بتاعي هيفضل مش شغال امتى؟ هيفضل مش شغال طول ما الفولتج بتاع الاي سي سورس اصغر من 7 من 10. هيبدا يشتغل فورورد بايس امتى؟ اما الاي سي سورس يبدا يساوي 7 من 10 او يبقى اكبر منها. فبالتالي في النيجاتيف سايكل هيفضل الفولت الدايت بتاعي مش شغال، فبالتالي هيبقى اوبن سيركت، فبالتالي الفولتج اللي على اللود بتاعي هيبقى هو هو اللي على الاي سي طول ما الفولتج بتاع الاي سي اقل من 7 من 10. فهو ده ايه اللي اقل من 7 من 10 هنا وهنا، تمام؟ طول ما انا اقل من 7 من 10 الفولتج اللي جاي على اللود هو هو اللي ايه اللي جاي من الاي سي سورس. اول ما الفولتج بتاعي اول ما الفولتج بتاعي يوصل ل 7 من 10، بالتالي ده معناه ايه بقى؟ اول ما يوصل ل 7 من 10 الدايت بتاعتي هتبدا ان هي تشتغل،
هتشتغل في الايه في الفورورد بايس في الفورورد بايس اه. فبالتالي هشيل الدايت بتاعتي واحط بدلها الشورت سيركت تمام. طب الشورت سيركت دي المفروض هي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره كانها بطاريه 7/10. فبالتالي مفيش حاجه هتخرج لي بره هنا بعد 7/10، هي ما فيش الا 7/10 تمام، عشان دي يعتبر ايه اكنها بطاريه 7/10. هشيلها واحطها واحط بدلها بطاريه 7/10 اول ما الاي سي سورس يبدا يبقى 7/10 او اكبر من 7/10. فبالتالي الفولتج اللي على اللود ده هيبقى عباره عن كام؟ هيبقى عباره عن 7/10 طول ما الاي سي سورس اكبر من 7/10 او يساوي 7/10. فاخر هنا كام؟ 7/10، مش الفولتج اللي على اللود مش هيعدي 7/10 بسبب الايه؟ ان الدايت بتاعتي بقت ايه؟ فورورد بايس. تعال نشوف الزينر دايت. في الزينر دايت بقى انا هنا في البوزيتيف هاف سايكل، فهي دي هتبقى بوزيتيف ودي ايه؟ ودي نيجاتيف، ودي هنا نيجاتيف ودي هنا ايه؟ بوزيتيف. فانا كده موصله ايه؟ ريفرس بايس. قلنا في الريفرس بايس في حاله الزينر بيبدا ان هو يشتغل عادي جدا، بس بيشتغل امتى؟ اما يعدي البريك داون فولت. طب البريك داون فولتج اللي هو ايه؟ اللي هو الفي زد، الفي الفولتج بتاع الزينر هو بيبقى موجود معاها تمام. فطول ما انا اقل من الفي زد، طول ما انا اقل من الفي زد يعتبر ان انا الزينر بتاعي مش شغال، فهيبقى عباره عن ايه؟ عن اوبن سيركت. فمعنى ان هو اوبن سيركت يبقى الوصله دي مش موجوده اصلا، فبالتالي الفولتج اللي على الاي سي اللي هو جاي من الاي سي هيبقى موجود على الايه؟ على اللود بتاعي. فيفضل اللود بتاعي مخرج الاي سي فولتج بتاعي عادي جدا لحد ما يوصل للفي زد. الفي زد اول ما الاي سي يوصل للفي زد الزينر هيشتغل، فبالتالي هيبقى ايه؟ هيبقى شورت سيركت، او معنى صح هستبدله ببطاريه. البطاريه مقدارها ايه؟ مقدارها في زد. فالفولتج اللي هيطلع لي على اللود بتاعي هيبقى فولتج ثابت، عشان هو عباره عن بطاريه. البطاريه ايه؟ بتدي فولتج ثابت بيساوي في زد. فهفضل ثابته هنا في ايه؟ في الفي زد طول ما الزينر موجود، او طول ما الزينر شغال. بس شيل الزينر وبحط بداله بطاريه تمام كده. بحط بداله بطاريه بمقدار كام؟ بمقدار الفي زد بتاعي اللي هو البريك داون فولتج. طب ده بيدي فولتج ثابت، فبالتالي الفولتج اللي على اللود بتاعي هيبقى برضو ثابت، اللي هو مقداره ايه؟ مقداره في زد تمام كده. اول ما الاي سي يقل عن الفي زد هيبدا الزينر ان هو ايه؟ ان هو ما يشتغلش. معنى ان هو ما يشتغلش يبقى انا هشيله واحط بداله ايه؟ اوبن سيركت تمام. اوبن سيركت معناه ان الزينر ده اصلا مش موجود، فمعنى ان الزينر اصلا مش موجود فالفولتج بتاع الاي سي سورس هيبقى موجود فين؟ هيبقى موجود في الريزيستنس او في اللود ريزيستنس بتاعتي. فالاوتبوت بتاعي هيبقى هو الاوتبوت بتاع الاي سي سورس. تعالوا بقى نقول في النيجاتيف هاف سايكل. في النيجاتيف هاف سايكل هنا هتبقى نيجاتيف وهنا ايه؟ هنا بوست، ودي نيجاتيف وهنا بوست. دي كده هتبقى ايه؟ فورورد بايس. حلو قوي. انا لسه اقل من امتى هيبقى فورورد بايس؟ اما الفولتج بتاع الاي سي سورس يبقى 7/10 او اكبر. خلينا الاول في الجزء اللي هو اقل من 7/10. طول ما انا اقل من 7/10 الدايت بتاعي مش شغال، فهستبدله بايه؟ باوبن سيركت. فبالتالي الدايت ده سوري الزينر ده اكنه مش موجود. حلو جدا. بعد كده بما ان الزينر ده مش موجود، فبالتالي الفولتج اللي هيبقى على اللود بتاعي هو اللي موجود على الايه؟ على الاي سي سورس. فهبدا ايه؟ هبدا ارسم الفولتج بتاع الاي سي سورس عادي جدا. اول ما اوصل ل 7/10 الزينر ده الدايت هيشتغل في الفورورد بايس. فهشيله واحط بداله فولتج او بطاريه بمقدار 7/10 ماشي. ال 7/10 دي بتدي او الدي سي فولتج ده بيدي فولتج ثابت، فبالتالي الفولتج اللي على اللود بتاعي هيبقى ثابت. مقداره كام؟ مقداره 7/10. امتى مقداره 7/10؟ طول ما الزينر شغال. طب امتى الزينر هيفضل شغال؟ طول ما الاي سي سورس بيدي فولتج 7/10 او اكبر من 7/10. يعني من اول هنا لحد بقى الفتره اللي بيبقى فيها الاي سي دايت الاي سي اكبر من 7/10 هيفضل الدايت شغال. فبالتالي اللود او الدايت شغال، فبالتالي هفضل مستبدلاه بدي سي سورس. فبالتالي الفولتج اللي هيبقى على اللود حاجه ثابته اللي هي بتساوي 7/10. فافضل في الفتره دي ثابته خالص اللي هي 7/10 فولت تمام. يبدا الاي سي سورس يقل، الفولتج بتاعي يقل عن 7/10، فبالتالي الزينر دايت بتاعي هيبقى مش شغال.
اما يبقى مش شغال هستبدله بحاجة open circuit، تمام؟ وبالتالي الفولتج اللي هيبقى على ال AC source هيبقى موجود على ايه؟ على اللود، فهرسمه زي ما هو كده عادي، وهكذا هكرر ال positive cycle وال ايه وال negative cycle. اتمنى تكون مفهوم. طب لو عايزين نعمل كومباينيشن بقى ما بين الزينر دايود، اتنين زينر دايود، هيبقى بالشكل ده، تمام؟ خلينا نفهمها. اولا في البوستيف هاف سايكل، هنا هتبقى بوستيف وهنا نيجاتيف، وانا عندي دي نيجاتيف بوستيف ودي بوستيف نيجاتيف، تمام؟ طب انهي واحده اللي بتبقى فورورد بايس في حاله البوستيف هاف سايكل؟ البوستيف الفورورد بايس اللي هي الدايود الايه، الزينر دايود الثاني. اما دي نيجاتيف ايه، اما دي هتبقى ريفرس. طب معنى ان هي هتبقى ريفرس، تمام؟ ريفرس يعني ايه؟ ريفرس يعني ان هي الزينر بتاعي مش هيشتغل الا لما الاي سي سيجنال بتاعتي تبقى اكبر من الفي زد، تمام؟ فهفضل دي عباره عن اوبن سيركت ماشي لحد ما يوصل للفي زد. طب معنى ان هي اوبن سيركت معناها ان الفولتج اللي على الاي سي سورس هو هو اللي على الايه، اللي على الزينر اللي على اللود بتاعي، فهيفضل ايه شغال عادي جدا طول ما انا اقل من الفي زد، تمام؟ من الفي زد والايه والسبعة من عشرة. ليه سبعة من عشرة؟ انا يعتبر دي ريفرس بايس ودي فورورد بايس. دي محتاجة قد ايه عشان تشتغل؟ محتاجة في زد، حلو قوي. طب دي محتاجة قد ايه عشان تشتغل؟ ما دي فورورد بايس، محتاجة سبعة من عشرة. فانا عشان اعمل دي شورت سيركت، او معنى اصح استبدل الاتنين دول ببطاريات واشغل بقى الفرع ده، فلازم احتاج او الاي سي سورس بتاعي يديني في زد زائد سبعة من عشرة. اول ما الاي سي سورس يعدي الفي زد زائد 7 من 10 هبدا استبدل الدايدز او الزينرز دي بالايه، بالبطاريات بتاعتي، وبالتالي الفولتج اللي هيبقى على اللود بتاعي هيبقى ايه، هيبقى ثابت ومقداره الفي زد زائد 7 من 10. فانا عندي هنا اما تبقى الاي سي سورس يعدي الفي زد زائد 7 من 10 هيبدا ان هو يبقى ايه، الفولتج اللي على اللود هيبقى ثابت عشان هستبدل الزينرز دي بالايه، بالبطاريات اللي هي ايه اللي بتدي فولتج ثابت. طب اول ما الاي سي سورس الفولتج بتاعه يقل عن الفي زد زائد 7 من 10 هبدا ان البرانش ده يبقى اوبن سيركت، هيبقى اوبن سيركت، تمام؟ وبالتالي لما يبقى اوبن سيركت الفولتج اللي على الاي سي هيبقى موجود على الايه، هيبقى موجود على اللود، فهرسم الاي سي سورس بتاعي عادي، تمام؟ نيجي نتكلم بقى في النيجاتيف هاف سايكل. في النيجاتيف هاف سايكل دي هتبقى نيجاتيف ودي ايه ودي بوزيتيف، دي نيجاتيف بوزيتيف دي بوزيتيف نيجاتيف. اني واحده اللي متوصله فورورد؟ اللي فوق هي اللي متوصله فورورد، واللي تحت هي اللي متوصله ايه، ريفرس. فبالتالي انا محتاجه 7 من 10 هنا عشان اشغل الزينر داير الاولاني، ومحتاجه في زد هنا عشان اشغل الزينر الزينر داير الثاني. انا برضو محتاجة قد ايه؟ محتاجة في زد زائد 7 من 10 عشان اشغل البرانش ده واستبدله ببطاريات ويبدأ يديني فولت ثابت على اللود بتاعي، تمام؟ خلينا الاول قبل ما اوصل للفي زد زائد 7 من 10، قبل ما اوصل للفي زد 7 من 10 البرانش ده هيبقى اوبن سيركت عشان دول مش هيبقوا متوصلين اصلا، هيبقوا مش شغالين، فبالتالي الفولتج اللي جاي من الاي سي سورس هيروح للايه، لللود بتاعي، فهيبقى ايه الرسمه بتاعتي زي الاي سي سورس عادي جدا. اول ما اوصل لل7 من 10 زائد الفي زد البرانش ده هيتوصل وهستبدله بايه، بطاريات، دي بطاريه 7 من 10 ودي بطاريه في زد، فبالتالي الخرج بتاع اللود بتاعي او الفولتج اللي على اللود بتاعي هيبقى مقداره الفولتج الثابت اللي عليه اللي هو كام، في زد زائد 7 من 10، فهفضل ثابته في الفتره دي طول ما الايه، طول ما الاي سي سورس اكبر من الفي زد زائد 7 من 10، فهتبقى البرانش ده ايه، شغال. بما انه شغال فبروح مستبدلاه بايه، بطاريات، والبطاريات دي تديني فولتج ثابت ايه على الفرع اللي انا حاطاه اللي هي اللود بتاعي، فافضل هنا الفتره دي كلها ايه، ثابته. بعد كده الفولتج بتاعي يقل عن 7 من 10 زائد الفي زد، فبالتالي البرانش ده هيبقى اوبن سيركت، فكل الفولتج اللي موجود على الاي سي سورس هيروح للايه، هيروح لللود بتاعي، فهرسم الايه، الخارج بتاع الاي سي سورس عادي، والبوزيتيف هاف سايكل هتتكرر والنيجاتيف هاف سايكل ايه، هتتكرر. ده كده بالنسبه لايه، ان انا عايزه اقص حته من السيجنال. طبعا قيمه الفي زد بتتحكم طبعا في القيمه اللي انا بقصها، بشوف بقى اختار انهي، بختار قيمه الفي زد او بختار نوع الزينر دايد عشان ابدا احطه بالقيمه بتاعه الفي زد وعشان احدد قد ايه هقطع من السيجنال.
بعد كده عندي حاجة اسمها كاتش داي. يعني ايه كاتش داي؟ انا لو عندي دايرة بستخدم فيها اندكتيف لود. يعني ايه اندكتيف لود؟ اندكتيف لود يعني لود من النوع الاندكتيف، زي ايه؟ زي الكويل ده، الكويل تمام، ومستخدمة معاه سويتش. السويتش ده كل مهمته ان يفتح ويقفل الاندكتيف لود ده، تمام. طبعا عندي مشكلة في الدايرة دي، اما باجي افتح الدايرة بيتولد هنا عندي اي ام اف. الاي ام اف دي بتبقى كبيرة شوية، ممكن تبوظ لي الدايرة. طب انا عايزة حاجة تحميلي الدايرة من الاي ام اف اللي تتولد اما باجي افتح السويتش، فبحتاج ايه بقى؟ بحتاج حاجة اسمها الكاتش دايود. هو دايود عادي بس بسميه كاتش دايود عشان بيبدأ ان هو ايه، يحميلي الدايرة من الاي ام اف اللي بتتولد عند فتح السويتش. اما السويتش بيبقى مقفول، الكارنت عادي بيمشي هنا كده، والبطارية بتبقى نيجاتيف هنا، بتبقى بوزيتيف نيجاتيف، تمام. فبالتالي الدايود بتاعي بيبقى متوصل ايه، بتبقى متوصل ريفرس، هنا نيجاتيف بوزيتيف، فده كده التوصيلة بتاعتي ريفرس. فبالتالي الدايود بتاعي كأنه مش شغال، دي كده اوبن سيركت، فاكنها مش موجودة اصلا. الفكرة بقى امتى؟ الفكرة اما باجي افتح السويتش بتاعي. اما باجي افتح السويتش بتاعي خلاص مفيش فولتج ماشي هنا، او مفيش تيار سوري ماشي هنا، مفيش تيار خلاص ماشي، وبيتولد لي هنا ايه؟ بيتولد لي هنا اي ام اف اللي هي الالكتروموتيف فورس، تمام. اما بيجي يتولد لي اي ام اف هنا بيبدا ان هو يخلي لي الدايت بتاعتي فورورد بايس. فالدايت بتاعي بيبقى خلاص فورورد بايس، فبيبقى ايه، بيبقى شغال، فبشيله وبروح حاطه بداله ايه، شورت سيركت، تمام. ده في حاله الايدل. طبعا في حاله البراكتيكال بحط اللي هي الايه، البطاريه، تمام. فبتبقى دي عباره عن ايه، عن شورت سيركت. طب الشورت سيركت دي طبعا الريزيستنس بتاعتها بتبقى قليله جدا، صح كده. فبالتالي اما يجي التيار، التيار هيجي يمشي هنا في الفرع ده ولا هيمشي في الفرع ده؟ اكيد هيمشي في الفرع اللي هو الريزيستنس بتاعته قليله. فبالتالي هحمي الكومبوننت بتاعتي من ان يمر فيها تيار كبير، فبالتالي ايه، يدمرها او يبوظها. دي مهمه الايه، الكاتش دايت. المساله دي بيقول لي consider the battery charging circuit in figure B324، ماشي. مديني الفيجر ده، بيقول لي ان الفي ام بيساوي 20 فولت. الفيجر ده مديني ايه؟ مديني اي سي سورس مع دي سي سورس مع ريزيستنس مع دايت. حلو قوي. البيك بتاعه الاي سي سورس او الايكويشن بتاعه الاي سي سورس في ام ساين اوميجا تي، تمام. طب الفي ام دي بكام؟ ب 20 فولت. طب الار ريزيستنس بتاعتي بكام؟ ب 10 اوم، يعني دي كده 10 اوم. طب الفي بي بكام؟ ب 14 فولت. يبقى الدي سي سورس ده ب 10، ب 14 فولت. عايز مني ايه بقى؟ بيقول لي عايز البيك كارنت، عايز البيك كارنت. assuming an ideal diode، تمام. big current معناه ان انا هجيب الكرنت اما تكون الاي سي سورس في حاله البيك، تمام. طب ايه هي البيك فولتج بتاعه الاي سي سورس؟ اكبر قيمه للساين هي كام؟ اكبر قيمه للساين هي طبعا واحد، تمام. فبالتالي واحد في الفي ام هي الفي ام، فالبيك فولتج بتاع الاي سي سورس هو الفي ام، تمام. يبقى هنا عندي في ام هنا بوزيتيف نيجاتيف، حلو قوي. وهنا عندي كام؟ الفي بي بكام؟ ب 14. يبقى دي كده 14، والفي ام هنا بكام؟ ب 20. هنا متوصلين ايه؟ متوصلين تقريبا توازي، فهطرحهم من بعض. مجموع الفولتج بتاعي حاصل طرحهم، فتبقى حاصل الحاصل الفولتج الموجود عندي في الدايره عباره عن في ام ناقص الفي بي، فهطرح ال 20 ناقص ال 14 عشان اجيب الفولتج. طب عشان اجيب الكرنت المفروض بعمل ايه؟ بقسم الفولتج على الريزيستنس اللي موجوده عندي في الدايره. طب الريزيستنس اللي عندي موجوده في الدايره اللي هي كام؟ اللي هي ار، تمام. اللي هي بكام؟ قال لي ان هي ب 10 اوم. فهقول ان 20 ناقص 14 ده الفولتج الموجود عندي في الدايره على الايه، على ال 10، فهتديني 6 امبير. ده انا كده جبت الايه، البيك كرنت. تاني مطلوب بيقول لي find the percentage of each cycle in which the diode is on state. يعني بيقول لي امتى الدايت ده هيبقى شغال، وقول لي البرسنتج بتاع البريود بتاعتي اللي هيبقى الدايت فيها شغال. عشان اجيب البرسنتج لازم انا اعرف الدايت هيبقى شغال امتى اصلا. طب امتى الدايت هيبقى شغال؟ طب هو كده فورورد بايس، تمام. هنا بص وهنا نيجاتيف. اما بالنسبه، بص بالنسبه للاي سي سورس الفورورد الدايت شغال فورورد بايس،
اما بالنسبه للدي سي سورس هيبقى شغال ريفرس فايس. طب انا عايزاه يبقى شغال، فبالتالي لازم الاي سورس، الاي سي سورس يبقى اكبر من الايه، من الدي سي سورس، تمام؟ فالدايود هيبقى شغال اما يكون قيمه الاي سي سورس اكبر من الدي سي سورس، تمام؟ طب امتى هيشتغل على طول؟ اول ما الايه، ما الاي سي سورس يساوي الدي سي سورس على طول، تمام؟ فهقول ان الفي ام ساين اوميجا تي اول ما تساوي الفي بي الدايود ده هيشتغل، ودي حقيقه، تمام؟ فبالتالي هستبدل الفي ام بال20 اللي هو مديها لي، واستبدل الفي بي بال14 اللي هو برده ايه مديها لي، فاقول 20 ساين اوميجا تي اكبر من او تساوي ال14، فهاخد الحاله اللي هي بتاعت ايه، اللي هي بتاعت يساوي، عشان اجيب بس الايه، انا عايز اجيب الاوميجا تي. الاوميجا تي هجيبها ليه؟ عشان اعرف الدايت شغال من كام لكام، تمام؟ فهجيب، فهتبقى عباره عن 20 ساين اوميجا تي بتساوي كام، بتساوي 14. هجيب الاوميجا تي في طرف واروح جايبه الايه، واروح جايبه التاني الباقي بطرف، فاقول ساين اوميجا تي بتساوي 14 على 20، تمام؟ اخد هنا ساين اس ماينس 1 هنا، وهنا ساين اس ماينس 1 اللي هي ارك ساين، تمام؟ فتبقى عباره عن اوميجا تي بتساوي ارك ساين 14 على ايه، على 20. دي موجوده في الايه عادي، تبقى عباره عن ساين اس سالب 1 اللي هي الارك ساين دي، تمام؟ فبالتالي هيديني الزاويه بتاعت الاوميجا تي. طب الاوميجا تي هتطلع لي كام؟ هتطلع لي اما 45 او 135، تمام؟ طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان الدايره بتاعتي شغاله من زاويه 45 ل 135. بمعنى اول ما الاي سي سورس يساوي الدي سي سورس هتبقى عند الزاويه 45 وعند الزاويه 135، اللي ما بينهم هيكون الاي سي سورس اكبر من الدي سي سورس، وهنعرفها دلوقتي بالرسمه بالظبط، تمام؟ فانا عندي من 45 ل 135 الدايت بتاعي شغال، يبقى انا عندي كام درجه الزاوي الدايت بتاعي شغال؟ 135 ناقص 45 كام؟ 90 درجه. 90 درجه الدايت بتاعي شغال. طب السايكل بتاعتي كام درجه اصلا؟ السايكل بتاعتي الكامله 360 درجه، وانا عندي 90 درجه بس الدايت بتاعي شغال فيها، فكام في الميه من السايكل الدايت بتاعي بيبقى شغال؟ اكيد هروح اسمى ال90 اللي هو شغال فيها على 360 اللي هي السايكل الكامله، فتطلع لي 90 على 360 تطلع لي 25%. 25% الدايت شغال، عشان احولها لدرجه مئويه اروح ضربها في الميه، فتبقى 25% من الزمن او من السايكل الكامله الدايت بيبقى ايه، بيبقى شغال. بعد كده المطلوب اللي بعد كده بيقول لي سكتش في اس والاي اف تي، عايز ارسم الاي سي سورس السيجنال الفولتج بتاع الاي سي سورس، وعايز ارسم الكارنت، تمام؟ تمام. رسمت الاي سي سورس عادي جدا، البيك بتاعتي طبعا 20 اللي هي الفي ام اهو، اللي هو ساينسويدال ويف عاليه جدا دي كده، رسمت خلاص الاي سي سورس الفولتج بتاع الاي سي سورس. طب ارسم الكارنت ازاي؟ بالراحه كده، ده كده خلاص رسمت الاي سي فولتج، تمام؟ طب ارسم الكارنت ازاي؟ بالراحه. الكارنت بتاعي امتى هيوصل، هيبقى في كارنت اصلا موجود عندي في الدايره؟ اما تكون الدايره شغاله، صح؟ واحنا قلنا الدايره هتبقى شغاله امتى؟ الدايره هتبقى شغاله اما الاي سي سورس يساوي الدي سي سورس او يبقى اكبر منه، تمام؟ طب امتى او امتى الاي سي سورس يساوي الدي سي سورس؟ اما الاي سي سورس يبقى ب 14، عشان قيمه الفي بي اصلا 14، اما الاي سي سورس يبقى ب 14 هتبدا الدايت ان هي ايه، ان هي تشتغل، وبالتالي يمر فيها ايه، تيار، ويبقى في تيار عندي في الدايره، يبقى هشد خط كده عند ال 14، هي دي القيمه اللي هيشتغل عندها الدايت، تمام؟ من اول ما الساين ويف تتقاطع مع ال 14 هنا هيشتغل ايه، هيشتغل التيار، تمام؟ وتبدا السيجنال بتاعتي او الفولتج بتاع الاي سي يبدا ان هو يكبر عن ال 14، تمام؟ هيبدا يكبر عن ال 14، وبالتالي برده الدايره هتبقى ايه، هتبقى لسه شغاله، تمام؟ هتبقى شغاله لحد ما توصل لل 14 تاني، هتفضل تقل تاني ولحد ما توصل لل 14 تاني، فبرده هنا هتبقى كل الفتره دي الدايره شغاله من اول ما توصل لل 14 وتزيد عن ال 14 وتبدا تقل تاني وتوصل للايه، لل 14 هنا تاني، فكل الفتره دي كده الدايت شغاله فيها، فمعنى ان الدايت شغاله فيها يعني معنى ان هيمر تيار في الدايره،
فانا عندي الفتره اللي هيمر فيها تيار هنا دي كده، تقاطع الساين ويف مع ال 14، فهنا هيمر ايه؟ هيمر تيار بس. نفس الكلام في البص في هاف سايكل الثانيه برضو، لما تكون ال اي سي سورس اكبر من ال 14 او بيساوي ال 14 هنا كده، هي دي الفتره اللي هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها كارت. تمام، اتمنى يكون الموضوع مفهوم. بعد كده بعد كده هنتكلم عن لو عندي دايرة وعندي فيها اي سي سورس ودي سي سورس مع بعض وايه، وعايزة اجيب الفولتج اللي على الدايل وعلى الريزيستنس الموجود عندي او اللود بتاعي. تمام، بستخدم السوبر بوزيشن ثيوريم عشان اقدر اجيب او ارسم الفولتج على الدايد وعلى اللود بتاعي. طب اول خطوه بعملها بحل الدي سي لوحده، بحل الاي سي لوحده. طب احل الدي سي الاول، الدي سي سورس لوحده، بحيث ان انا اعمل ايه؟ اشيل الاي سي سورس بتاعي واحط بداله شورت سيركت. تمام، واحط بداله شورت سيركت. فهعمل ايه بقى؟ كل الفكره ان انا هجيب الفولتج اللي على المقاومه بتاعتي والكرنت اللي ماشي في الاي اللي ماشي في الدايل. تمام، انا عندي الفولتج بتاعي او الدي سي فولتج بتاعي 10 فولت. هشوف الاول هي متوصله فورورد ولا ريفرس مع الدايل. فدي هنا بوزيتيف نيجاتيف ودي بوزيتيف نيجاتيف، فبالتالي هتبقى كده متوصله فورورد بايس، فبالتالي دي هتبقى شورت سيركت، او بمعنى اصح دي ايه؟ البطاريه اللي هي 7 من 10، بس احنا هنهملها اللي هي 7 من 10. تمام، هتبقى 7 من 10. تمام، انا ماشيه كده، يعتبر البطاريتين دول اللي هي 10 فولت و7 من 10 فولت هتعتبر ان هو متوصلين ايه؟ متوصلين توازي، فبالتالي هطرحهم من ايه؟ هطرحهم من بعض. فهتبقى الفولت اللي موجود على المقاومه بتاعتي هيبقى عباره عن الفولت بتاع السورس بتاعي ناقص الفولت بتاع الايه؟ بتاع الدايت بتاعي. فهتبقى 10 ناقص 7 من 10، 9 و 3 من 10. ده كده الدي سي فولتج اللي موجود على الايه؟ على المقاومه او اللود بتاعي. تمام، تاني حاجه انا عايزه اعرفها اللود اللي ماشي ايه؟ اللي ماشي في الدايره الكرنت اللي ماشي في الدايره بتاعتي. قبل اي حاجه انا عايزه اعرف ايه؟ عايزه اعرف الدي سي كارنت اللي موجود في الـ في الـ في الفولت في الـ في الدايره بتاعتي، وعايز اعرف الدي سي فولتج اللي موجود على الدايت والدي سي فولتج اللي موجود على الايه؟ على المقاومه. انا عرفت ان الدي سي فولتج بتاع الدايت بتاعي 7 من 10 من غير اي حاجه. تمام، وحسبت الدي سي فولتج بتاع الايه؟ بتاع المقاومه بتاعتي. فجبت الفي اور بتساوي 10 ناقص 7 من 10، 9 و 3 من 10. ف 9 و 3 من 10 على ايه؟ على المقاومه بتاعتي، ده في حاله الدي سي. وفي حاله الدايت في حاله الدي سي برضو الفولتج بتاعي 7 من 10. طب التيار اللي ماشي، التيار اللي ماشي هيساوي الفولتج على المقاومه. طب الفولتج بتاعي كام؟ الفولتج بتاعي اللي هو 9 و 3 من 10. تمام، على المقاومه اللي هي كام؟ 2 كيلو. انا عايزه اجيب الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس دي، فهقسم الفولتج اللي على الريزيستنس على قيمة الريزيستنس بتاعتي، فهتبقى عبارة عن 9.3 على 2 كيلو اوم. تمام، فده كده يعتبر ايه؟ التيار اللي ماشي في الريزيستنس. طب ما التيار اللي ماشي في الريزيستنس هو هو اللي ماشي في الدايرة كلها، هو هو اللي ماشي في الايه؟ في الدايت. فيعتبر الاي دي التيار اللي بيمر بالدايت هو هو التيار اللي بيمر بالريزيستنس، هو هو التيار اللي بيمر بالدايرة كلها، بيساوي كام؟ بيساوي 9.3 على 2 كيلو اوم، بتساوي 4.65 مايكرو امبير. تمام كده، ده كده في حالة الدي سي. خلصنا كده الحسابات بتاعت الدي سي. ندخل في حالة الاي سي. قبل اي حاجة بيبقى عندنا رسمة الكاركترستيك، الدايت كاركترستيك. دي كده رسمة الدايت كاركترستيك. تمام، كل اللي انا بعمله في الرسمة دي ان انا بحدد الكيو بوينت بتاعتي. انا لسه جايبة الكارنت بتاعي، الكارنت اللي ماشي في الدايت اللي هو ده. تمام، الكارنت اللي ماشي في الدايت كام؟ 4.65 ميلي امبير. بروح عند الكاركترستيك، الدايت كاركترستيك، بروح محدده على الفيرتيكال اكسس. الفيرتيكال اكسس بيبقى بتاع الكرنت، والهوريزونتال اكسس بتاع الفولتج. بروح محدده على الفيرتيكال اكسس اللي هي 4.65 ملي امبير كده. بروح شد خط من القيمه دي لحد ما اوصل للايه؟ ما اوصل للكيرف بتاع الدايت كاركترستيك.
وبحدد نقطة على الكيرف دي. الكيرف دي النقطة اللي على الكيرف دي اسمها الكيو بوينت، تمام؟ طب عشان اجيب ال في دي تمام على الدايت كاركترستيك، بروح منزله من النقطة دي على الهوريزونتال اكسس واشوف ال في دي بكام. هيطلع لي ال في دي على الكيرف ده ب 26 ملي فولت، تمام؟ يبقى انا عندي الاي دي ب 64 ملي امبير والفي دي ب 26 ملي فولت. حلو جدا. خلي القيم اللي احنا جبناها دي على جنب. طب في حاله الاي سي زي ما قلنا هنشيل الدي سي سورس واحط بداله شورت سيركت، تمام جدا. وبشيل كمان في حاله الاي سي بشيل الدايت وبحط بدالها مقاومه. طب انا عايز اعرف قيمه المقاومه اللي انا هحط لها بدل الدايت ده. عشان اعرف قيمه المقاومه المفروض ان انا اعرف الفولتج اللي على المقاومه دي واعرف الكرنت اللي ماشي في المقاومه دي، وانا اوريدي عندي الاثنين. انا عندي الاي دي من الـ من الـ من الدي سي، من حسابات الدي سي اللي هي زي ما قلنا ب 64 ملي فولت ملي امبير، وجبنا من الدايت كاركترستيك دي الكيو بوينت بتاعتي، وبالتالي جبت الايه، جبت الفي دي الفولتج اللي موجود على ايه، على الدايت بتاعي اللي هو 26 ملي فولت. عندي الفولتج وعندي الكرنت، فبالتالي اقدر اجيب قيمه الريزيستنس. فهقسم الفي دي على الاي دي، تمام؟ هيطلع لي 5.59 اوم. فده كده جبت قيمة المقاومة بتاعت الدايد اللي انا شلتها. فدي كده اول ستيب. اول ستيب في الاي سي بروح محددة الكيو بوينت بتاعتي، وببقى عارفة الاي دي والفي دي، ومن خلالهم بجيب قيمة المقاومة اللي انا بشيل الدايد بتاعتي وبحط المقاومة دي بدلها، تمام كده؟ تمام جدا. بعد كده ببدأ انا اجيب البيك فولتج اللي على الدايد واللي على الريزيستنس بتاعتي عشان ابدأ ارسمهم. انا في الخطوه اللي فاتت اللي هي بتاعه الدي سي، جبت الدي سي فولتج اللي موجود على المقاومه بتاعتي، وطبعا الدي سي فولتج اللي على الدايت بتاعي اللي هو 7.10 فولت، ده ما فيهوش اي حاجه. فمن الخطوه اللي فاتت جبت الدي سي فولتج اللي ايه، اللي على الاثنين. في الخطوه دي بقى انا عايزه اجيب البيك فولتج اللي هو من خلال الاي سي فولتج بتاعي اللي موجود على الاثنين، تمام؟ وعشان اجيب الاي سي فولتج بروح اول خطوه بعملها اللي هو انا بجيب قيمة المقاومة بتاعة الدايت بتاعي، تمام؟ طب بجيب قيمة المقاومة بتاعتي منين؟ من خلال معرفة الفولتج اللي على الدايت والكرنت اللي على الدايت. طب الكرنت اللي على الدايت ده بجيبه منين؟ من خلال الخطوة اللي فاتت اللي هي بتاعة الدي سي فولتج، تمام؟ وبجيب الفي دي منين؟ بجيبها من الدايت كاركترستيك اللي هي بتاعة الكيو بوينت، تمام؟ فبجيب الريزيستنس بتاعتي عادي جدا. طب اجيب البيك الفولتج اللي على المقاومة بتاعتي ازاي؟ بجيب الفولتج الاول اللي عليها. طب انا عندي البيك فولتج بتاع الاي سي سورس بكام؟ ب2 فولت. حلو قوي. فال2 فولت دي المفروض هتتقسم جزء للدايت للريزيستنس بتاع الدايت، وجزء للريزيستنس بتاعت ايه، الريزيستنس بتاعت اللود بتاعتي او الريزيستنس بتاعتي، تمام؟ فهعمل القانون بتاعي اللي هو الفولتج بتاعي في المقاومه اللي عايزه اجيب عندها الفولتج على مجموع المقاومات اللي موجودة عندي في الايه، في الدايرة، تمام كده؟ يبقى تاني عشان اجيب الفولتج اللي على مقاومة معينة، ويبقى عندي مثلا اكتر من مقاومة عندي متوصلة على التوالي، فبروح ضربة الفولتج بتاعي اللي هو التوتال فولتج في المقاومة اللي انا عايز اجيب عندها الفولتج على مجموع كل الريزيستنس اللي موجودة عندي في الايه، في الدايرة. فهو 2 فولتج في 2 كيلو اوم على 2 كيلو اوم زائد 5.59 اوم، فطلع لي 1.99 من 100 فولتج. فده كده يعتبر البيك فولتج بتاع الايه، بتاع اللود بتاعي او الريزيستنس بتاعتي. طب عايز اجيب البيك على الدايت بتاعي، اجيبه ازاي؟ مش انا عارفه ان ال 2 فولت بتوعي دول هيتقسموا على الريزيستنس بتاعتي او اللود بتاعي وعلى الدايت بتاعي اللي هي الريزيستنس بتاع الدايت، او تمام. طب انا عرفت ان 1.99 من 100 فولت راحوا للريزيستنس بتاعتي او اللود بتاعي، يبقى كام فاضل من الاتنين فولت هيروح للدايت؟ اللي فاضل منها 1 من 1000، 1 من 100 سوري، 1 من 100 فاضل للدايت بتاعي هيروح للايه، هيروح للدايت اللي هي عبارة عن كام، عن 10 ملي فولت، 1 من 100 اللي هي 10 ملي فولت، تمام؟ فانا كده يعتبر جبت البيك بتاع الدايت والبيك بتاعة الريزيستنس، وجبت الدي سي بتاع الدايت والدي سي بتاعة الايه، بتاعة الريزيستنس. فابدأ ارسم بقى، تمام؟ اول حاجه هرسم رسمه الايه، هرسم رسمه الريزيستنس. الدي سي بتاع الريزيستنس بتاعي احنا جبناه بكام؟ جبناه ب 9.3 اهو، 9.3. فابدا اجيب
اشوف التسعة تلاتة من عشرة فين، اهي التسعة تلاتة من عشرة، فده يعتبر الريفرنس بتاعي. جميل جدا. طب جبنا البيك بتاع الريزيستنس كام؟ احنا جبناه 1.99، تمام. يبقى يعتبر هبعد عن التسعة تلاتة من عشرة دي بمقدار كام؟ 1.99%. فهجمع 9.3 زائد 1.99% يطلع لي 11.29%، فيعتبر 11.29% ده البيك بتاعي، تمام. طب النيجاتيف بيك بتاعتي كام؟ النيجاتيف بيك بتاعتي هطرح 1.99% ناقص من 9.3، فطلع لي 7.31%. فالنيجاتيف بيك بتاعتي عند 7.31%. فهبدا ارسم ايه؟ الساين ويف بتاعتي او الفولتج الموجود على الايه، على اللود بتاعي او الريزيستنس بتاعي. ده كده بالنسبه للريزيستنس. اما بالنسبه للدايد، احنا عارفين ان الدي سي فولتج اللي على الدايد عباره عن 7 من 10، فهبدا ارسم الريفرنس بتاعي عند 7 من 10، ومن خلال البيك اللي احنا جبناها بتاعه الدايد اللي هي عباره عن 10 ملي فولت، هبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا اجيب البوزيتيف بيك بتاعتي من خلال ان انا اجمع 7 من 10 على العشرة ملي فولت، تمام. فهتبقى عبارة عن 71% ايه فولت، فدي يعتبر عندي البوستيف بيك. اما النيجاتيف بيك هبدأ اطرح 7 من 10، اطرح منها البيك بتاعتي اللي هي 10 ملي امبير، فتبقى عبارة عن كام؟ 69% فولت، وده يعتبر النيجاتيف بيك بتاعتي. وابدأ ارسم الايه، ارسم الساين ويف بتاعتي او ده الفولتج اللي موجود على الايه، على الدايت بتاعي. ده كده عرفنا ازاي نحل المسألة لو فيها دي سي سورس واي سي سورس الاتنين مع بعض. بعد كده هنتكلم عن الفولتج مالتبلاير سيركت. يعني ايه فولتج مالتبلاير؟ معنى فولتج مالتبلاير ان انا ادخل مثلا فولت بمقدار معين الاقيه الاوت بتاعي اتضاعف. فمثلا انا مثلا دخلت فولتج بمقدار 3 الاقيه ان هو بقى 6، اتضاعف بقى ايه 6، اتضاعف 3 مرات بقى مثلا 9، اتضاعف 4 مرات بقى مثلا 3.921، وهكذا. انا دخلت 3 يتضاعف يبقى 6، يتضاعف بنسبة اللي هو يتضرب في 3 يبقى 9، يتضرب في 4 يبقى 12 يا شباب، تمام. ده انا كده بضعفه مرتين، بضعفه 3 مرات، بضعفه اي 4 مرات، تمام يا شباب. يبقى اول واحدة اللي هي الفولتج مالتيبلاير اللي هي الدبلر، اللي هو انا بضرب الفولتج اللي داخلي في 2. دي السيركت بتاعتي اللي بدخل، دي السيركت بتاعتي اللي انا بضاعف فيها الفولتج بتاعي. هنشوف هنتضاعف ازاي. اول حاجه انا بدخل اي سي فولتج هنا، ففي البوزيتيف هاف سايكل بتاعتي هتبقى هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، تمام. في الفولت في البوزيتيف هاف سايكل الدايت بتاعتي اللي هي دي 1 هتبقى فورورد بايس، اما دي هتبقى ريفرس بايس، فدي هتبقى ايه شورت سيركت، ودي يعتبر اوبن سيركت، تمام. فبالتالي الكارنت اللي ماشي هيمشي كده، فالكاباستور بتاعي هيبدا ان هو يتشحن. هيتشحن بمقدار ايه؟ هيتشحن بمقدار الفولتج اللي داخلي اللي هو الاي سي سورس، الاي سي سورس اللي داخلي في ام. فبالتالي الكاباستور بتاعي هيتشحن بمقدار في ام، تمام كده، تمام جدا. بعد كده في النيجاتيف هاف سايكل، احنا خلاص خلصنا البوزيتيف هاف سايكل. في النيجاتيف هاف سايكل دي هتبقى نيجاتيف ودي هتبقى بوزيتيف، فانهي اللي هتبقى فورورد؟ اللي هتبقى فورورد الدايت دي، تمام. ودي هتبقى ريفرس، فبالتالي دي هتبقى ايه اوبن سيركت. دي كده اوبن سيركت اكنها مش موجوده اصلا. التيار هيمشي ازاي؟ مش طبعا من البوزيتيف للنيجاتيف، هيمشي كده، تمام. انا عندي يعني يعتبر مصدرين للفولت. اول حاجه الاي سي سورس اللي هو الفي ام، تمام، او الفولتج اللي هو اي في ام اللي داخل لي، تمام. وعندي في ام هنا اللي هو الكباستور اللي مشحون بمقدار في ام، فعندي يعتبر هنا كام؟ 2 في ام. فالكباستور التاني ده هيتشحن بمقدار 2 في ام، تمام كده. فما اجي اخد الفولتج بقى اللي على الكباستور ده، لان هو بيساوي ايه 2 في ام، اللي هو بيساوي 2 في الدخل اللي هو المفروض ايه داخلي. فانا كده يعتبر ضعفت ايه، ضعفت الفولتج اللي انا مطبقاه على السيركت بتاعتي. ده كده يعتبر ايه الفولتج دبلر. تاني مثال على الفولتج دبلر برده، دي سيركت برضو بتعمل نفس الكلام بس بشكل تاني. انا برضو بدخل هنا اي سي سورس في البوزيتيف هاف سايكل، دي بوزيتيف ودي نيجاتيف،
ايه اللي بتبقى عندي بص فورورد بايس، الدايود اللي هي الاولانيه دي بتبقى شورت سيركت، ودي يعتبر ريفرس بايس فهتبقى اوبن سيركت. تمام، دي بما ان دي بوست اوف سيركت فورورد بايس، فبالتالي الكاباستور ده هيتشحن بمقدار في ام. تمام كده، وده طبعا مش هيتشحن عشان دي اوبن سيركت فما فيش اصلا تيار داخله اصلا. تمام، اما في النيجاتيف هاف سايكل، في النيجاتيف هاف سايكل البولاريتي هتتعكس، فدي هتبقى نيجاتيف ودي هتبقى ايه، هتبقى بوزيتيف، فاعتبر دي اللي هتبقى فورورد بايس فهتبقى دي ايه شورت سيركت، ودي اللي اوبن سيركت فدي يعتبر هتبقى مفتوحه والكابستور هيفضل محتفظ بالايه بالشحنه بتاعته. اما دي هتفضل ايه، اما دي الكابستور هيبدا يتشحن من خلال المصدر بتاعي اللي هو الاي سي سورس بمقدار الاي سي سورس بتاعي اللي هو في ام، فيعتبر لما اجي اخد الاوتبوت بتاعي على الاثنين كاباستور دي هيبقى 2 في ام، ده مشحون بفي ام وده مشحون بفي ام، حاصل جمعهم طبعا 2 ايه 2 في ام. فانا برضو عملت ايه، ضعفت برضو الفولتج بتاعي. ده الشرح اللي احنا قلناه. بعد كده الرسمه اللي بعد كده اللي هي الفولتج تريبلر اند كوادريبلر، كوادريبلر تمام. معنى كده ايه، ان انا هحصل من الدايرة دي على ضعف الفولتج بتاعي وثلاث اضعاف الفولتج بتاعي واربع اضعاف الفولتج بتاعي. هنعرف دلوقتي ازاي، خلينا الاول في البوست هاف سايكل اللي هي الاولانية. في البوست هاف سايكل الاولانية زي ما هو متوضح كده، اول دايود هي اللي هتبقى شغالة اهي، اول دايود دي هنا بوست ودي نيجاتيف، فاول دايد هي اللي هتبقى شغاله ودي ريفرس تمام، ودي كمان هتبقى شغاله فورورد بايس ودي ايه ريفرس، يبقى الاثنين دول هما اللي شغالين، فهو الاثنين دول اللي شغالين، دي واحد ودي اتنين ودي سوري تلاتة هما اللي هيبقوا شغالين. تمام، فهلاقي ان الفي ام اللي هو السورس بتاعي هيبدا يشحن الكاباستور بتاعي بمقدار ايه، بمقدار في ام. تمام كده، فالكباستور بتاعي الاولاني هيتشحن بمقدار في ام. هل في تيار هيدخل هنا؟ لسه مفيش حاجه دخلت هنا، هي يعتبر دي كده شورت سيركت تمام، ويعتبر هنا مفيش حاجه داخله، يعتبر التيار ماشي كده عمال يمشي كده، مش لسه ما طلعش هنا خالص. تمام، دي كده في اول ايه، في اول بوزيتيف هاف سايكل. بعد كده في اول نيجاتيف هاف سايكل بقى هنا هنشوف انهي دايد اللي كان ايه اللي شغالين وانهي دايد ريفرس. في النيجاتيف هاف سايكل دي نيجاتيف ودي بوزيتيف، فلاقي ان الدايت ده هو اللي شغال والدايت ده هو اللي شغال تمام، اما دول مش شغالين. تمام، فدول شغالين حلو جدا، يعتبر دي اوبن ودي اوبن. طب دي اما تبقى اوبن، تمام دي اما تبقى اوبن، يعتبر التيار هيمشي كده. تمام، التيار هيمشي كده، يبقى انا عندي كام سورس في الجزء ده؟ عندي اتنين سورس، اول سورس اللي هو الاي سي سورس بتاعي اللي هو في ام، وعندي الكباستور اللي اتشحن اصلا بمقدار في ام. فالكباستور الجديد بتاعي ده هيتشحن بمقدار قد ايه؟ في ام، وفي ام هيتشحن بمقدار 2 في ام. تمام كده، يبقى الكباستور التاني هيتشحن بمقدار 2 في ام. لسه برضو ما فيش تيار دخل في الايه في الحته دي، هو التيار اللي وصل لحد هنا بس. تمام كده، ده كده في الايه، في النيجاتيف هاف سايكل الاولاني. تعال نشوف بقى في البوزيتيف هاف سايكل الثانيه. تمام، في البوزيتيف هاف سايكل الثانيه اللي هي هنا هنشوف انهي دايتز اللي شغاله. الدايتز اللي هتبقى شغاله دي طبعا هتبقى بوزيتيف ودي نيجاتيف، فالدايت اللي هتبقى شغاله اول دايت وثالث دايت، اما الثاني والثالث مش هيبقوا شغالين. تمام، زي ما قلنا دي واحد ودي تلاتة هو اللي هيبقى شغالين. حلو قوي، طب انا اوريدي عندي هنا حاجة مشحونة باتنين فولت باتنين في ام. تمام، هل ده هيتشحن بكام؟ انا لسه سي تلاتة لسه ما اتشحنش، في تيار اوريدي هيعدي هنا كده عشان اوريدي عندي مصدر فولتج اهو اللي هو الكباستور اللي كان مشحون من الخطوة اللي قبل كده باتنين في ام، فبالتالي هيمر هنا تيار، فبالتالي الكباستور ده هيتشحن بنفس المقدار اللي موجود في الايه في الكباستور اللي هو التاني، فالتالت هيتشحن بكام؟ باتنين في ام برضو زي اللي هو ايه؟ زي التاني بالظبط. تمام كده؟ فهنشوف تاني نيجاتيف هاف سايكل هتعمل ايه؟ تاني نيجاتيف هاف سايكل نشوف انهي دايت هتبقى شغالة.
الدايت اللي هتبقى شغاله اللي هي دي المفروض تبقى نيجاتيف ودي بوزيتيف، تمام؟ فدي اللي هتبقى شغاله، ودي 4 برضه هتبقى شغاله، اما دي 3 ودي 1 مش هيبقوا شغالين، هيبقى اوبن سيركل. نشوف ايه المفروض هيحصل في تاني نيجاتيف هاف سايكل. تمام، المفروض انا عندي اوريدي تيار هنا، انا عندي اوريدي سورس هنا اللي هو متشحن قبل كده ب2 في ام، فبالتالي هيمر تيار. تمام، فما يمر تيار بالتالي الكباسيتور الرابع خالص هيتشحن هو كمان بمقدار الايه، مقدار السورس اللي عندي. مقدار السورس اللي عندي كام؟ 2 في ام، فبالتالي ده كمان هيتشحن بمقدار كام؟ 2 في ام. فانا عندي النهاية خالص ده اتشحن بمقدار في ام، ده اتشحن بمقدار 2 في ام، وده 2 في ام، وده 2 في ام. لو عايز اخد ضعف الفولتج اللي انا مدخلاه، اخد الفولتج من هنا صح؟ انا عندي 2 في ام هنا بس. طب لو انا عايزه 3 اضعاف الفولتج اللي انا مدخلاه، اخد الفولتج بتاعي من اول هنا لحد هنا، فيبقى عندي كام كاباستر؟ 2 كاباستر، اول واحد الفي ام، تاني واحد 2 في ام، فمجموعهم 3 في ام، ده 3 اضعاف الفولتج اللي انا مدخلاه. حلو قوي. طب عايزه اخد 4 اضعاف، اخد الفولتج من اول هنا لحد هنا، بالتالي هيبقى عندي 2 في ام و2 في ام، 4 في ام اللي هو 4 اضعاف الفولتج اللي انا مدخلاه. ده كده يعتبر اللي انتوا خدتوه بعد ما احنا وقفنا على طول. بعد كده هنبدا نحل الشيت. بعد كده بقى نحل الشيت. الشيت بسيط جدا ما فيهوش حاجه. اول سؤال بيقول لي determine whether each silicon diode in figure below is forward biased or reverse biased. بيقول لي حددي من الشكلين دول انهي دايد فورورد وانهي دايد ريفرس. تمام، خلينا كده بالراحه في اول شكل. انا عندي هنا بوزيتيف وهنا ايه نيجاتيف. تمام، همشي كده، بدات هنا نيجاتيف، بعد كده بدات هنا بوزيتيف، فالاثنين دول المفروض متوصلين ايه، متوصلين توازي، فبالتالي المفروض المحصله بتاعه الفولتج اللي هي حاصل ترحم، فحاصل ترحم يبقى المفروض كام؟ 3 فولت. طب البولاريتي بتاعه ال 3 فولت هتبقى انهي بولاريتي، دي ولا دي؟ هتبقى دي اللي هي الكبيره، هتبقى يعتبر هنا عندي بوزيتيف نيجاتيف 3 فولت. تمام، طب بوزيتيف نيجاتيف، طب هل كده هي متوصله مع الدايت فورورد ولا ريفرس؟ تاني يا شباب، يعتبر انا موصله كده. تمام، بطاريه بوزيتيف نيجاتيف 3 فولت كده. تمام، دي كده 3 فولت كده متوصله ايه بالظبط؟ النيجاتيف بتاع الدايت متوصل بالبوزيتيف، والبوزيتيف بتاع الدايت متوصل بالايه، بالنيجاتيف، فدي كده ريفرس. فاول واحده ريفرس. تمام، طب تاني واحده، تاني واحده متوصله، تاني واحده النيجاتيف متوصل بالنيجاتيف والبوزيتيف متوصل بالبوزيتيف. هيقول لي طب لا ده هنا متوصله بحاجه كده، دي الجراوند، المفروض الجراوند دول المفروض متوصلين كده، فالبوزيتيف متوصل بالبوزيتيف والنيجاتيف متوصل بالنيجاتيف، فدي كده ايه فورورد. تمام، بعد كده بيقول لي determine the voltage across diode in figure below. عايز الفولتج الموجود على كل على كل دايت في الايه، في الاثنين فيجر دول. اول واحد اول واحد انا موصله طبعا ايه ريفرس. تمام، فالفولتج اللي هيبقى موجود عندي او البتاع الدايت بتاعتي هتبقى عباره عن ايه، عن اوبن سيركت. فالفولتج على الاوبن سيركت هو الفولتج الموجود في الدايره اصلا بتاعتي اللي هو كام، اللي هو 3 فولت. تمام كده، اما الفولتج اللي على الفورورد بايس اللي هو هشيل البطاريه بتاعتي واحط بدلها شورت سيركت او بطاريه 7/10 فولت. طب ده بناء على ايه؟ بناء على النوع الدايت بتاعي. لو ايديال يعتبر انا هشيل الدايت بتاعتي واحط ايه، واحط شورت سيركت، فبالتالي الفولتج اللي على الدايت هيبقى 0 فولت. اما لو براكتيكال فهحط بدل الدايت بتاعي بطاريه، والبطاريه تبقى مقدارها 7/10 فولت، فبالتالي الفولتج اللي على الدايت بتاعي 7/10 ايه فولت. تعالوا نشوف الكلام ده في الحل. زي ما قلنا اول واحده ريفرس، الفولتج اللي عليها عباره عن 3 فولت. اما الثانيه فورورد بايس لو هي ايديال موديل، فهحط بدلها شورت سيركت، فهتبقى الفولتج اللي عليها 0 فولت. اما لو هي براكتيكال فهتبقى 7/10 فولت، احط بدلها الايه البطاريه. تمام، ده كده اول سؤال.
تاني سؤال بيقول لي find the average value of each voltage inverter. عايز ال average value بتاع ال A بتاع كل voltage من A من ال voltage دي. اول واحدة انا عندي الاول واحدة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن half wave rectifier. تمام؟ لما اجيب في قانون عندي لل average value او ال average voltage بتاعي، القانون ده بيقول ايه؟ بيقول ان ال V average تمام بتساوي 2 في ال V peak، ال V peak بتاعتي على ال باي. طب الاثنين دي جت منين دي؟ الاثنين دي جت عشان ده عبارة عن half wave rectifier، عشان ال wave بتاعتي عبارة عن positive half cycle بس، والنيجاتيف half cycle المفروض مش موجود اصلا عندي. تمام؟ فبحط الاثنين دي في حالة ال A في ال half wave rectifier، تبقى عبارة عن 2 V peak على 2 باي. طب ال V peak عندي بكام؟ ال V peak عندي 5 فولت. فهقول ان ال V average عبارة عن 2 في 5 على 2 باي، فهتبقى عبارة عن 1.59 فولت. ده كده ال average بتاع اول شكل. طب تاني شكل، تاني شكل ده 4 wave rectifier، فبالتالي مش هحتاج ان انا اقسم على 2 ولا حاجة، فهتبقى القانون بتاعي ال V average بتاعي عبارة عن 2 V peak على الباي من غير 2 تحت. تمام؟ طب ال V peak بتاعتي في الحالة دي بكام؟ ال V peak بتاعتي ب 100، فاروح قايله ان ال V average بتاعتي عبارة عن 2 في المية على باي، فهتطلع 63.7 ايه فولت. طب تالت واحدة، تالت واحدة برضو فول ويف ريكتفاير بس متشفت. هنشوف الشفت ده هنعمل فيه. اول حاجة هتعالوا نجيب بس الافرج بتاع الايه بتاع الفولتج الويف بتاعتي دي. الفي افرج بتاع الفول ويف ريكتفاير عبارة عن 2 في بيك على الباي. طب الفي بيك بتاعتي كام اصلا؟ تعالوا نشوف. ما حدش يقول لي الفي بيك عبارة عن 20، لا هي مش 20، هي بدأ من 10 ووصلت ل20. يبقى الفرق ما بينهم كام؟ الفرق ما بينهم 10، يبقى البيك بتاعتي دي عبارة عن 10. تمام كده؟ فهعوض عن البيك بتاعتي ب10، تبقى عبارة عن 2 في 10 على الباي. تمام، ده كده الفي بيك بتاعي. طب هل هي دي كده خلاص؟ يعني هل هي الريفرنس بتاعها زيرو؟ لا، ده الريفرنس بتاعها 10، فهضطر ان انا ازود على القيمة بتاعت الافرج دي قيمة العشرة فولت. فالقانون هيبقى عبارة عن ايه ببساطة؟ هيبقى عبارة عن 2 في الفي بيك بتاعتي، الفي بيك اللي هي 10 على الباي، زائد الريفرنس اللي انا ايه اللي انا زودته اللي هو يعتبر 10 فولت. فيبقى القانون بتاعي 2 في بيك على الباي زائد العشرة اللي هي ايه اللي انا شفت الريفرنس بتاعتي بمقدار. تمام؟ طب الفي بيك زي ما قلنا عبارة عن 10، يبقى 2 في 10 على الباي زائد العشرة، تطلع بكام؟ 16.4 فولت. تعالوا نشوف الرابعة. الرابعة نفس الكلام، متشفتة بقى لتحت بدل لفوق. هجيب برضو القانون بتاعي بقى 2 في الفي بيك على باي زائد قيمة الشفت اللي انا شفته. تمام؟ طب الفي بيك بتاعتي كام؟ هي من سالب 15 ل 25، فالبيك بتاعتي عبارة عن كام؟ 40. فهيبقى القانون بتاعي 2 في الفي بيك اللي هي 40 على الباي. تمام؟ طب متشفتة بمقدار قد ايه؟ المفروض متشفتة بمقدار سالب 15، المفروض الريفرنس بتاعي 0، فالريفرنس بتاعي هنا كام؟ 15، سالب 15. فاروح منقصها، سالب 15 عندي هنا كده، فهتبقى عبارة عن 10.5 ايه؟ 10.5 فولت. تمام؟ ده كده الايه الافرج بتاعي الاربع سيجنال اللي هو مديهالي. ده كده السؤال التاني. السؤال التالت بيقول لي determine the voltage across and current through each zener dial inverter. عايز الفولتج في الزينر، في كل الزينر موجود من دول، وعايز كمان الكرنت اللي ماشي في الزينر دول. تمام؟ خلينا اول نحدد اذا كان الزينر دي متوصل فورورد ولا ريفرس. اول واحده دي نيجاتيف ودي بوزيتيف، ودي نيجاتيف ودي بوزيتيف، فيعتبر دي كده متوصل ايه فورورد بايس. فبالتالي هشيل الزينر واحط بداله بطاريه، ده كده البولاريتي بتاعتها بمقدار 7.10 فولت. يعتبر الفولتج اللي موجود على الزينر بتاعي كام؟ 7.10 فولت. طب التيار بتاعي كام؟ التيار بتاعي المفروض همشي كده، فيعتبر البطاريات دي متوصله عندي متوصل عندي توازي، فهتبقى عبارة عن 12 ناقص 7.10. تمام؟ ده كده الفولتج الكلي على قيمة المقاومة بتاعتي، على قيمة المقاومة بتاعتي اللي هي ايه 1 كيلو، اللي هي 10 أس ايه أس 3. تمام؟ هروح اقسم الاتنين على بعض عشان اجيب التيار، اللي هي 12 ناقص 7.10 على 10 أس 3، هتطلع لي كام؟
احنا هنا في مشكلة يا شباب، هبقى احاول يعني اصورها كويس. احنا المفروض مش شايفين القيمة قوي، بس يعني هبقى اصورها كويس يعني. فهنا هعمل ايه؟ زي ما قلنا التيار هجيبه من خلال ان اجيب الفولتج بتاعي واقسمه على الريزيستنس بتاعتي. قلنا ان البطاريتين متوصلين توازي، فهطرحهم من بعض فتبقى 12.7 × 10³، فيديني قيمة الايه؟ قيمة التيار. كده جبت الفولتج بالتيار على الزينة الاولاني. الدايرة التانية هشوف الاول اذا كانت متوصلة فورورد ولا ايه ولا ريفرس، فتبقى بوستيف نيجاتيف، وهنا نيجاتيف بوستيف، فدي يعتبر متوصلة ريفرس، فيعتبر هتبقى ايه؟ هشيلها واحط بدلها بطاريه، بس البطاريه هتبقى عكس البولاريتي، فهتبقى هنا البوستيف وهنا الايه وهنا النيجاتيف، بس البطاريه تبقى مقدار الفي زينر اللي هي 5.1 ايه فولت. تمام. برضو نفس الكلام، البطاريات متوصلين توازي. بعرف منين؟ انا بمشي مثلا سهم كده، ده التيار بتاعي ماشي كده مثلا. اول بولاريتي، اول بول انا قابلته هنا نيجاتيف، واول هنا بول انا قابلته بوستيف، الاثنين عكس بعض، يبقى دول متوصلين توازي، هطرحهم من بعض فتبقى 5.1 × 4. تمام. على الواحد كيلو اللي هي 10³ عشان اقدر اجيب الايه التيار اللي ماشي في الايه في الدايرة بتاعتي. فهشوف التيار بتاعي كام، ويعتبر هو ده التيار اللي ماشي في الدايرة واللي ماشي في الايه في الزينر. طب ايه هو الفولتج اللي موجود على الزينر؟ طبعا اللي هو الايه 5.1 فولت، عشان هو ده ايه ريفرس باس. الدايرة اللي بعدها بشوف برضو اذا كانت متوصله فورورد ولا ريفرس. انا عندي هنا نيجاتيف بوزيتيف وهنا بوزيتيف نيجاتيف، فاعتبر برضو متوصله ايه متوصله ريفرس، فهشيلها واحط بدلها بطاريه، بس طبعا عكس البولاريتي، هنا البوزيتيف وهنا الايه النيجاتيف. في الريفرس بايس بحط البطاريه بتاعتي عكس البولاريتي. تمام. فدي يعتبر كام؟ 5.1 فولت. نفس الكلام بشوف التيار بوديه اتجاه معين واشوف البطاريه بتاعتي توازي ولا توازي. اول حاجة قابلتها سالب، وهنا اول حاجة قابلتها موجة، فالاتنين توازي، فهطرحهم من بعض، فاقول 12 ناقص 5.1 على قيمة المقاومة اللي موجودة عندي في الدايرة اللي هي 1 كيلو اللي هي 10³، وابدأ اجيب التيار اللي موجود عندي في الدايرة. التيار اللي موجود عندي في الدايرة هو اللي بايه اللي ماشي في الزينر دايب بتاعي. فجيت جبت التيار اللي ماشي في الزينر، وفي نفس الوقت جبت الايه الفولتج اللي موجود على الزينر اللي هو كام؟ 5.1 فولتج. بعد كده رابع سؤال بيقول لي determine the output voltage for each circuit inverter، يعني عايز نرسم له الفولتج اللي طالع. يعتبر دي سؤال على الكلامبنج اللي هو قص السيجنال بتاعتي. خلينا نرسم الاول الفولتج الانبوت بتاعي اللي هو من 10 ل 10 اهو. انا البيك بتاعتي هنا 10، والبيك هنا كمان بتاعتي ايه بتاعتي 10. تعال نشوف في حته الفوق الايه البوزيتيف هاف سايكل. في البوزيتيف هاف سايكل، في البوزيتيف هاف سايكل يعني دي بوزيتيف ودي نيجاتيف ودي نيجاتيف ودي ايه ودي بوزيتيف. خلي بالنا ده زينر، تمام، اللي هو الرمز ده كده زينر، فاعتبر هو متوصل كده ايه ريفرس بايس. معنى ان هو متوصل ريفرس بايس معناه ان انا ايه هشيل واحط بطاريه بعكس الاتجاه كده بعكس البولاريتي بمقدارها 5.1 فولت زي ما هو قايل. تمام كده. فانا يعتبر الزينر بتاعي مش هشتغل في الريفرس بايس طول ما الاي سي سورس بتاعي اقل من 5.1. اول ما الاي سي سورس بتاعي يوصل ل 5.1 هيبدا الزينر دايب بتاعي يشتغل كريفرس بايس، واروح شايله الزينر بتاعي واروح حاطه بداله ايه حاطه بداله بطاريه بمقدار 5.1 فولت. فهنعمل هنا ايه في الفورورد بايس؟ في الفورورد بايس الاوتبوت بتاعي هيبقى عباره عن الاي سي سورس بتاعي. ليه؟ عشان يعتبر الزينر دايت هيبقى مش شغال طول ما الاي سي سورس بتاعي اقل من 5.1، ومعنى ان هو مش شغال يبقى هشيله واستبدله بايه باوبن سيركت. ومعنى ان انا اوبن سيركت فكل اللي موجود في الاي سي سورس هو ده هيبقى الاوتبوت بتاعي، مفيش حاجه هتعمله ديسيبيشن يعني. ف الاوتبوت بتاعي هيبقى هو الاي سي سورس لحد ما الاي سي سورس يوصل ل 5.1، هيبدا الزينر دايب بتاعي يشتغل في الريفرس بايس، ويبدا اشيله واحط بداله بطاريه 5.1. طب الفولت اللي على البطاريه بمقدار 5.1 هيبقى كام؟ هيبقى دايما ب 5.1 عشان ده يعتبر ايه دي سي سورس. فاروح
الفترة اللي فيها الـ AC source بتساوي 5.1 أو أكبر منها، الـ output voltage هيفضل ثابت عند الـ 5.1 لحد ما الـ AC source يبدأ إن هو يقل تاني عن الـ 5.1، فيبدأ الزينر دايود يبقى مش مفتوح، اللي هو يعني أستبدله بـ open circuit، فبالتالي الخارج بتاعي يبقى عبارة عن الـ AC source اللي هي الحتة دي. ده كده في الـ positive half cycle. نيجي تاني في الـ negative half cycle. في الـ negative half cycle ده نيجاتيف ودي بوزيتيف، فيعتبر ده فورورد بايس. هيبقى فورورد بايس امتى؟ اول ما يوصل الاي سي سورس ل 7.10، يعني طول ما انا اقل من 7.10، طول ما الدايد الزينر دايد بتاعي هيبقى اكنه مش شغال، وهستبدله باوبن سيركت، وبالتالي الاوت فولتج بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى نفس الاي سي سورس. لحد ما اوصل ل 7.10 ابدا اشيل الدايب بتاعي، او الدايب بتاعي هيبقى شغال، فابدا اشيله واحط بداله بطاريه بمقدار 7.10، فبالتالي الاوت بتاعي هيبقى مقدار البطاريه دي في الزمن اللي فيه الاي سي سورس بيساوي 7.10 او اكبر منها، لحد ما الاي سي سورس تاني يبدا يقل عن 7.10، فبالتالي الدايب بتاعي مش هيبقى شغال، فهشيله واستبدله باوبن سيركت، فبالتالي الفولتج بتاعي او الاوت فولتج بتاعي هيبقى هو هو مقدار الايه الاي سي، فهرجع لرسمه الاي سي بتاعتي تاني. تمام كده؟ ده كده بالنسبة للرسمة الايه الاولانية. الرسمة التانية في البوستيف هاف سايكل هتبقى دي بوستيف ودي نيجاتيف ودي بوستيف ودي نيجاتيف، فيعتبر هنا في البوستيف هاف سايكل هيبقى فورورد بايس. امتى هيبقى فورورد بايس؟ اما الفولتج بتاعي او الاي سي فولتج بتاعي يتعدى 7.10 فولت. تمام؟ فاروح عند البوستيف هاف سايكل بتاعتي، ال طول ما الاي سي سورس اصغر من 7.10، طول ما الدايل بتاعي مش مفتوح وبالتالي او متشال بمعنى اصح، وهشيله واحط بداله ايه؟ وهحط بداله اوبن سيركت، والفولتج بتاعي او الاوت بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الاي سي سورس بتاعي. اول ما الاي سي سورس يوصل ل 7.10 او يبقى اكبر من 7.10، هيبدا الدايل بتاعي او الزينر دايل بتاعي يشتغل، وهروح شايلاه وحاطه بداله بطاريه بمقدار 7.10 فولت. تمام كده؟ بعد كده الاي سي سورس يبدا ان هو يقل تاني عن 7.10، فيبدا الدايل بتاعي ما يبقى شغال، وهيشيله واحط بداله اوبن سيركت، ويرجع الاوتبوت بتاعي هو هو الايه هو الاي سي سورس. ده كده بالنسبه للاوبن الايه البوزيتيف هاف سايكل. اما في النيجاتيف هاف سايكل، دي كده نيجاتيف ودي كده بوزيتيف، فيعتبر هو شغال كده ايه ريفرس. امتى الدايل ده هيشتغل في ريفرس بايس؟ اللي هو هشيله واحط بداله بطاريه، بطارية اللي هي 6.2 فولت، اما يكون الـ AC source بيساوي 6.2 او اكبر من 6.2. ففي الـ negative half cycle بتاعتي، طول ما الـ AC source اقل من 6.2 الدايل بتاعي مش هيبقى شغال، وبالتالي هستبدله بـ open circuit، وبالتالي الـ output بتاعي هيبقى هو هو الـ AC source بتاعي. اول ما الـ AC source يبدأ يساوي 6.2 او يبقى اكبر منه، هلاقي ان الزينر دايل بتاعي اشتغل، وحطيت بداله وشلت وحطيت بداله بطاريه بمقدار 6.2، فبالتالي الاوتبوت بتاعي هيبقى عباره عن دي سي سورس مقداره 6.2 في الفتره اللي فيها الاي سي سورس بتاعي اكبر من او يساوي 6.2، عشان ده يعتبر الفتره اللي فيها الزينر دايل شغال. بعد كده هيبدا الاي سي سورس تاني القيمه بتاعته تقل، هتقل عن 6.2، فالزينر دايل مش هيبقى شغال. اما ما يبقاش شغال، هشيله واحط بداله ايه؟ احط بداله اوبن سيركت، فبالتالي هرجع الاوت فولتج هيبقى عباره عن الاي سي سورس، فهرجع ارسم ايه الاوت فولتج بتاعي عادي، الاي سي سورس بتاعي عادي. ده كده بالنسبه للسؤال كام، سؤال الرابع. السؤال الخامس بقى بيقول لي discuss the operation of each figure، يعني عايز، شفت انتوا الشرح اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه اللي هو بتاعه الفولتج مولتيبلاير والتريبلر والكوادليبلر والكلام ده؟ ده كده اللي هو الفولتج دبلر. تمام؟ اللي هو اول رسمه خالص. ده الرسمه الثانيه بتاعه الفولتج دبلر، الرسمه الاخيره اللي هي بتاعه الفولتج دبلر والتريبلر والكوادليبلر. تمام؟ اللي هي من هنا بناخد من هنا لهنا باخد دبلر، ومن هنا لهنا باخد تريبلر، ومن هنا هنا باخد الكوادبلر. تمام؟ فهنشرح او هنكتب الكلام اللي انا كنت شرحه من شوية
كل رسمه فيهم، فما اعتقدش ان هو محتاج ان انا اعيد الكلام تاني. ممكن تعيدوا الريكورد في الجزء اللي انا شرحت فيه كل رسمه. ده كده بالنسبه للسكشن بتاعنا. ان شاء الله في اقرب وقت هحضر لكم السكشن الجاي، هو ناقص لنا ان شاء الله سكشن واحد بس. وبالتوفيق ان شاء الله.